وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم. وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة، لها 5 أروقة. في هذه كان مضطجعاً جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعصم، وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة. هذا رآه يسوع مضطجعاً وعلم أن له زماناً كثيراً. أتريد أن تبرأ؟ يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قم احمل سريرك وامشي. برئ الإنسان. وحمل سريره ومشى. وكان في ذلك اليوم سبت، فقال اليهود للذي شفي: إنه سبت، لا يحل لك أن تحمل سريرك. الذي أبرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي. من هو الإنسان الذي قال لك هذا؟ أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع. بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل. لقد برئت، فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه. ولهذا كان اليهود يطلبون أن يقتلوا يسوع، لأنه عمل هذا في سبت.